وهكمل معاكم واقول لكم. لاحظ الكلمة التي تأتي بعد ظرف الزمان أو ظرف المكان تعرب مضاف إليه. أيوة، الكلمة اللي بنلاقيها جاية بعد ظرف الزمان أو المكان على طول وأنا بغمض عيني بتعرب مضاف إليه. ادينا أمثلة يا مس عشان نفهم. رأيت عصفورا فوق الشجرة. لو بصينا لكلمة فوق، كلنا عارفين من سنة رابعة اللي فوق ده ظرف مكان، الكلمة اللي بعديها على طول مضاف إليه. يبقى الكلمة اللي بتيجي بعد الظرف سواء كان ظرف مكان أو ظرف زمان بتعرب مضاف إليه. طب ناخد مثال كمان عشان نوضح. يقف المعلم وسط التلاميذ. لو بصينا للجملة دي هنلاقي كلمة وسط ظرف مكان، يبقى أنا برضو قلنا إيه دلوقتي؟ الكلمة التي تأتي بعد الظرف تعرب مضاف إليه، يبقى كلمة التلاميذ مضاف إليه. بس كده يا مس، ناخد أمثلة كمان. عدت إلى المنزل بعد الظهر. بعد ده ظرف، يبقى الظهر مضاف إليه. طب نشوف كمان مثال. المباراة مساء الأحد. مساء ده ظرف، يبقى كلمة الأحد مضاف إليه.